اليوم أيضا استقبل وزير الشؤون الخارجية مراد مدرسي مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما المكلف بالعلوم والتكنولوجيا الياس زرهوني. اللقاء تناول محاور لقاءات مبعوث الرئيس أوباما بعدد من أعضاء الحكومة وسبل الارتقاء بعلاقات التعاون الجزائرية الأمريكية في مجالات العلوم التكنولوجية للتنمية الاقتصادية. تشرفت بلقاء السيد الوزير في نهاية زيارتي إلى الجزائر، وتطرقنا إلى النقاط المهمة التي تمحورت حول سبل دفع العلاقات الجزائرية الأمريكية نحو أكثر إيجابية في مجالات العلوم التكنولوجية للتنمية الاقتصادية. وتحدثت مع السيد الوزير عن فحوى لقاءاتي مع عدد من أعضاء الحكومة في مجالات البحث العلمي، الصحة والتضامن الوطني، وكانت إيجابية جدا، ونتطلع من خلالها إلى علاقات جيدة على جميع المستويات، خاصة التعاون في المجال العلمي والتقني. وكما هو معلوم الإمكانات التكنولوجية الأمريكية عالية، فالرئيس أوباما أوفدني لتأكيد وبصراحة اهتمامه بتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وبين مؤسسات البلدين بما يمكن من تنويع الاقتصاد الجزائري وتعزيز الصداقة، وهذه العلاقة البناءة التي نريدها بناءة أكثر.